اهلا فارس. اسمعوا له كلتان ولد عطاهم، اليوم قبل بكرة بتفك خطبة بنتك من اخر ياض، ولا قسما بالله رح تشوف شي بحياتك ما شفته. لا فهمت ولا رح فهم شو القصة؟ شو القصة؟ لك تقولوا باركون روقونا روقونا، انتو جيران والله عيب هالحكي. ايكم حجار ولا هنجار، بدي لزق بنتو باخي. شو باك فارس؟ دوز ملافظك. لا حبيبي ما رح دوز ملافظي، وهي هي الحقيقة، بدو يلزق بنتو باخي. شو اخوك ببو يا بعدي؟ يغزي العين قد الشنتير. لا حبيبي يا اخي ولد، واسمع ابو محروس، اليوم قبل بكرة بتفك الخطبة، ولا قسما بالله رح تشوف فارس مين هو، وهي العالم كله شايف. يلا شباب يلا بنعيدكم كل واحد لشغله، يلا هونا سمعونا رخفة رجلكم خلصوني. الله معكم. عمي ابو محروس روق روق، عمي ابو محروس وزرع بهالدقن هي الله يخلي لي اياك. ها عمي ابو محروس الله يحرسك عود. تفضل عمي. وفق دوزن قهوه على السريع. وفق دوزن قهوه على السريع. حاضر حاضر. شرف عمي، عود بنعيدك. حواب محروس زرع بهالدقن. غلط يا جميل فارس غلط. خلص اختي. يا الله يا الله يا الله يا بابا. خلص اختي طولي بالك. يا روي الله. والله ما لعرفان شو بدنا نعمل مشان الجرعة. عم تقولي حق الجرعة 60,000 وكل شهر بده جرعة؟ طبعا ضروري، وإلا بيتفشل المرض بكل جسمي حبيبي. طيب وبس هاد الدواء ولا في دواء تاني؟ لا في كم دواء خاصين هدول يعني مسكنات وهي، ولا تنسي كمان يعني هو ما لازم يأكل أي أكل، لازم يتغذى. طيب انت صفي معك شي؟ ما منا له صورة طبقي محوري، كلفت هي والدواء والتحليش 10,000 ليرة، ما بي معي غير 10. يعني بدنا لسه 50، منين نجيبهم هدول؟ والله ما بعرف. انت جوزك ماما؟ جوزي ولا جوزي، شغلتين وما عم نلحق. يا ربي. بتعرفي؟ هدول جرامي مالي غير بيوم، ان شاء الله يكفوا مع ال 10,000 ليرة هيك بطلع حق الجرعة الأولى. قومي انت هلا عادي مع ابي لبين ما انا روح بيعهم ومر لعند ابو ميسر شوف شو الشغل، صار لازمنا مصاري اكثر من الاول. طيب تفضلوا تفضلوا شباب، بعرف جوعانين وتعبانين بس قبل كل شيء بدنا نعبي هالاستمارات. تفضلوا فورم لارين ضغطنا. بسرعة شباب معي. بس والله شو هالاستمارة؟ ما بدك تطلع لألمانيا؟ شو هاللم الشمل؟ لك مازين؟ ايه والله ما عبت لي راسي قصة الاستمارة. لك حبيب هدول شو بدي اقول لك، هدول بياخذوا ادق التفاصيل. عرفت شلون؟ لك يلا اكتب اكتب شو بدك بالقصة، فرطنا جوا لبنان. كو معلم؟ يا معلم شو بدك؟ اجا صاحبك التركي وجايب معه الشباب السوريين، بيكم برا على الحاجز. خليهم يفوتوا جايك. صار We'll be right back.
يا اهلا يا اهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. في احتياط اكيد؟ اغلبهم عندهم اخوات شباب. يلا يا شباب فوتوا لجوا. السلام عليكم. وصلنا شباب. انزلوا انزلوا. هات شنطتك. يلا حبايبي يلا لجوا يلا يلا. ناصل سن حبيبي. عفوا. لك بيحكي عربي بيحكي عربي. بتحكي عربي؟ لا والله بحكي اسباني. عفوا حبيبي هلا نحن وصلنا على تركيا؟ تركيا يا روح امك. اهلا بكم الى احدنا الوطن. عم تهاجروا ما؟ اهلا بكم الى ادلب حبيبي يلا. لا لا حبيبي بس سؤال بدي اسالك، هلا نحن متاكد انه بادلب يعني؟ لا والله مو بادلب. روح حرك حطوهم لجوا يلا. روح حرك يلا يلا حرك انت وياه. بسرعة بسرعة. قطعت التمويل علينا. سانون عجلة اتمالكسن ويرماك زمانا بيتي بيشنجي بولدايز سانكيون بيوكسون يولار كاسيك تاندورت آنم كتردم وا اونالرا بارا ويرجكسن بابا ناندا. عم يقول صار لك 5 سنين امير بمكانك، بتطلع بتقطع الطريق وبتتزوج وعندهم ما عاد في مصاري. نحن حنجيب لك الشباب السوري المهاجر من عنا، دبر حالك فيهم انت، بادرن على مصاري، مول حالك ومول جماعتك وصاحبك بده حصله. سننتصر باذن الله. تشكرات شكرا. الله معكم. عفوا مدى سلم ايديك. فيني اقعد؟ اي عادي. حلو الليل ما؟ اكيد في احلى من الليل. مدام بدي اسالك. تفضلي. هلا انت تزوجتي عن حب؟ للاسف كنت مفكره انه هذا حب، كنت مفكره انه سامي بحبني، طلع ما بحبني ولا بحياته حبني وبيتمنى موتي. عشان يورثني يعني حب ما في؟ لا بالعكس، الدنيا كلها حب، ورب العالمين لما خلق الدنيا خلقها بحب. بس المشكلة فينا نحن البشر، ما بنعرف نحب بعضنا. مدام هلأ ليش الحكومة طلعت سامي بيك من الوزارة؟ سامي أخبث من الخبث نفسه، وحس بفترة من الفترات إنه شغله بالوزارة عم يعيق مشاريعه التانية، فبلش بالأهمال. وبتعرفي في مشاريع ما بتستنى، والدولة ما عندها حدا كبير. بأول تعديل وزاري طيروا. هلأ شغله برا أهم من إنه يكون وزير؟ بالنسبة لسامي أهم بكتير. سامي شيطان شيطان. عادوا لأشوف. انتوا هلا رهائن عنا ورح تضلوا هيك لأهليكم يدفعوا مشان نفككم. أي واحد فيكم بيفكر يهرب أو يعمل أي شيء رح يكون مصيره الموت. استماراتكم عنا. مين عارف محمود؟ أنا عارف محمود. أنت عندك احتياط صح؟ ايه عندي.
اليوم رح نحكي مع أهلك مشان يدفعوا 20,000 دولار، وإذا ما دفعوا رح نذبحك. يلي عليه احتياط ونحن بنعرفهم رح تخلوا أهليكم يدفعوا 20,000 دولار، والوحيد ويلي ما عليه جيش رح يدفع 10,000 دولار بس. دا ما يعرف، انت اول واحد رح نحكي مع اهلك. تهرب مازن. شو عم يصير؟ والله ما بعرف، عم بفهم شي. وين اخدوا؟ راسو لام ليد. عمو امريني. انا علا من قبل ابو ياسر، جيت مشان الشغل. اهلا وسهلا علا، حكى معي ابو ياسر بالموضوع. يا بنتي الشغل عنا صعب وانت بنت. عمو من شان الله، بس انا بحاجه هذا الشغل. لا اله الا الله، اهلا وسهلا فيكي. في عنا شغل، كيف بتحبي يكون الدوام؟ مثل ما بدك انت، حدد وانا علي اللي اشتغل. ماشي الحال، أول كم يوم رح يكون دوامك صباحي، شو رأيك؟ ايه أفضل، مثل ما بدك. أنت وين ساكنة؟ بقطن عمو. خير إن شاء الله، قريبة. ايه ما تاكل هم، أنت قلي إمتى أجي وإمتى روح وما يكون لك فكرة. اتكلنا على الله، معناها بكرة الساعة 8 بتكوني هون. ماشي عمو، أنا ببلش من بكرة، بس في شغلة. أنا أبي بكرة عنده جرعة دواء ولازم روح معه على المشفى، بس أول ما خلص دغري بيجي على الشغل. معافى ان شاء الله، بتخلصي وبتجي. كتر خيرك عمي. محمود، يا محمود. حضر عليك. علا جديده عنا بالمحل، من بكره رح تبلش شغل، ورجيها على الشغل. حاضر معلم. شكرا. خليني ورجيك كل الاقسام، تفضل. شفت لك جهاد اللي حابب يشتغل؟ ايه والله شفت يا معلم، الله يحرسها. هي البنت بتسوى 100 شب. يا سيدي بتسوى 200 شب. الله يستر عليها ويستر على حريمنا. آمين يا رب. آمين. رياض. ايه لميا، نامت المدام؟ وانتي؟ انا مو جايني نوم، بعدين الساعة 8 شبك. مزبوط، يعني تشربي قهوة؟ منشرب. فوتي. شو رأيك برا؟ برا برد يا بنتي، برد. ايه احلى. مخنوقة كتير ها؟ ايه والله. طيب 5 دقايق طالع لعندك. حرات يلا بقى حرام. قلت له حرام. يلا يا شباب بلشوا حفر وزق تراب لبرا. يلا اتحرك. روح امشي. يلا يلا هرب هون.
مازن شو بتستنى؟ والله على فكرة جواز، لك شو رأيك شو بنعمل يعني؟ لازم نهرب من هون بأي طريقة. نهرب؟ لازم نطلع من هون. وهدو اليوم. لك شو عم تلعين؟ الله حيو وفاء. أهلي جملو. شو؟ لسا مو بدوزة القادم؟ طولي بالك شوي. أين الخمور والحباشات؟ دايما بخطط مع الله بس بنزل الغلب. خلصني. شو هذا البلد؟ تبع الغابة. صار ما حضرانينه 2000 مرة. شو بدي ساوي؟ لو جواد مسكر، منين بدي اجيب لك أفلام؟ ماشي، بنمشي حالنا اللي ما يجي. جملو. وفق حبيبي. في مجال تسد حلقك لبين ما نحضر الفيلم. أمرك. بس. خلاص وفق. مساء الخير. أهلين أمي، وين كنتي لهلا؟ رحت بعت الذهبات بعدين مرقت على الفيلم رح تشتغل فيه. فرن؟ فرن شو؟ ايه أمي فرن، ليش مستغربة؟ ما لقيتي غير فرن تشتغلي فيه على؟ لك ما له فرن عادي، فرن سياحي فيه كل شيء. كيف أبي؟ أحسن. بدك موتيني قبل وقتي يا بنتي؟ ببعيد الشر عن قلبك. خلص بابا، نحن بناخذ الدواء والباقي على الله. بدي اياكي علا هيك صاحبة الضحكة والهضامة والحركات الحلوة ترجعي تنوري لي هالبيت. يا حبيبتي؟ ماشي. وفاء، شو رأيك ندوز نمشي شعبي؟ نربح من وراء دهب. لك ليش طفيته ليش؟ هلا سد حلقك وخراس ونظف لي أدنيك واسمعني منيح. تفضل درغل جملو أفندي. هلا المصاري اللي معك واللي معي شو عم نعمل فيهم؟ يعني شو بدنا نعمل فيهم؟ عم نصمدهم سيدو. ها؟ وانت قلتها، يعني لا فينا نشتري ونبيع عملة صعبة، ولا فينا نتاجر بالحشيش، ولا فينا نشتغل بالذهب. ولي تف من دمك وفاء. ايه شو رأيك نعمر الأسطوح اللي عندك غرفتين وصالون ونبيعهم؟ والبلدية سيدو. البلدية قال إليك هالمزة، كل أساطيحها صارت طوابق مخالفة، وهي ركن الدين طلعوا فيها 7 طوابق إذا بدك، وهي 86 سيدي، ولا بلا ما نحكي عن 86 وضاحية اتسيا، روح شوفها كل طوابقها الأرضية صارت دكاكين. حبيبي وفق، فتح عينك تاكل ملبن. لك حبيبي حبيبي، هدول وراهم زلم ناس، في وراهم ضهر، عم تفهم؟ لك لا ضهر ولا بطن، ولا وراهم ولا قدامهم. حبيبي بهالبلد كل شيء بالعملة بيصير، شو قلت؟ طيب خليني أفكر. نو هلأ بدك قرر. ماشي ماشي، بس على شرط تدفع لي نص حق السطح. أوكي ندفع لك حق نص السطح، قبلت. طيب شغل. على عيني على عيني يا حبة عيني. شو بكي؟ كله تنفيخ بتنفيخ. شبني يعني؟ مالي من عيشتي. معك حق، ما في شي حلو، بس كمان ما في شي بيستاهل. ما في شي بيستاهل، ما في غير بسمع لها الكلمة، وكأنه عيشتنا هيك هوا بهوا. هي هيك هوا بهوا، حياة بدون سعادة لشو هي؟ انت قلتها، حياة بدون سعادة لشو هي؟ رياض.
هلا أسعد يوم بحياتك إيمت كان؟ أسعد يوم بحياتي؟ يوم اللي شفتها يفر. تحبها؟ فوق ما تتصوري. والمدام هدى؟ المدام هدى رزقة، رزقة بتجنن. وصدقيني لو سامي كان مثل الخلق ما كانت طلعت فيني كلنا على بعضنا. لك انت ما بتخاف تنكشف؟ من مين بدي خاف؟ ما حدا بيعرف الا انت، رقبتي بايدك. هلا مني اكيد ما تخاف يعني؟ منك ما بخاف. وايمت ناوي تتركها؟ بيصير معي شويه مصاري اكسي البيت وفوتي مشروع صغير. شو بتسمي اللي عم تعمله؟ بسميه نصب. شو بدي سميه؟ بس لازم يكون نصب. انا لازم اعيش يا لميا. كنت مدفون بالحياة، ما دقت طعمة الحياة لحتى حبتني هدى. بتعرف انه هدى حامل وطاير عقلها من الفرح؟ شو عرفك انت؟ هدى حامل ومنك. بس سامي كان هون. لا تخاف على حالك، القصة مو مبينة. مبروك يا رياض، رح تصير أب. بس بالحرام. هربوا دايما هدول الحيوانات الشباب اللي اجوا. شوف خلص فورا. صالح روح مازن، روح اعمل لك روح. روح مازن فوت بجلدك. تهرب مني يا ابن الحرام؟ والله انا نسيك الحليب اللي رضعته. امشي. ابو محروس شو بك؟ من وقت اللي جيت وانت صافي صاير معك شيء؟ لا ما في شيء. تعشوا انتو، انا رايح مشوار راجع. كلي بنتي كلي. السلام عليكم. فقست الخطبة. صل على النبي فارس، صل على النبي.
خلاص هالمرة بالجو، المرة الجاي رح فضيها براسي اللي عم يفكر يهرب. سمعتوا لا؟ انت عندك احتياط؟ انا لا ما عندي احتياط. جزاء فعلتك رح تدفع 20,000 دولار. العمى 600 دولار بس لحتى الواحد يتخطى الحدود؟ ايه العسكر التركي صايرين وسخين كتير على اساس ما شاء الله قديش كانوا نضاف. المهم هلا طمني شو اخبار القافلة؟ والله يا صاحبي الحواجز عم بيقصوا من نقص. تبع المسلحين ها؟ طبيعي. والنظامي؟ مالن عم الشغل بفيشوا هالعالم، واللي مطلوب على الجيش بينزل. طيب اسمع، المهم هلا أمن القافلة بأسرع وقت ممكن، لأنه شهر تاني ما عاد قادرين نسوي شيء لتربع. أي والله يا أبو الخير معك حق. طيب أنا هلا رح أحكي مع صاحبنا لشوف فاتوا ولا لسه. مشي وأنت كمان طمني أول بأول. ماشي حبيبي ماشي ماشي، يلا الله معك. الله معه. الأمير بمشي الغد للبيت؟ لا أبداً مدام، كله موجود. طيب يلا ديري بالك. صباح الخير. صباح الخير بابا. شو ما رحت على دكانك؟ لا والله بنتي ما رحت. خير في شيء؟ ايه في مشان الرياض. ايه بنتي مشان الرياض. صار شيء جديد؟ بنتي من فارس كل شيء توقعي. واحد مشراني نور الله ما فيه بوشه، مبارح لم علي الحارة وهددني إذا ما فكيت الخطبة بده يعمل وساوي. وهلأ شو المطلوب مني؟ بنتي أنا صار عمري 60 سنة عمره ما حدا وجه لي كلمة. من وقت اللي طلبك رياض ونحن مشاكل بمشاكل مع فارس. برضاي عليك يا بنتي، ما بدي اخسر كرامتي ولا اطلع عن طوري وروح اتصرف مع فارس تصرف اندم عليه طول عمري، لانه ما عاد فيني اتحمله، ما عاد فيني اتحمله ابدا. وبنفس الوقت ما بدي أخي يخسر أخو كرمالنا.
بقى فكري مزبوط، والزواج اسمه نصيب بنتي، وتذكري أبوك عم يتبهدل. لا لا مو عم يتبهدل، أبوك عم ينام، عم ينام. فهمك كفاية يا بنتي، فهمك كفاية. آسفة تأخرت عليك مان. ولا يهمك، بس خير في شي؟ لا ما في شي. بدي تاخدني على البنك أول شي، وبعدين بدي تاخدني هيك لشي مكان شوف كل الدنيا من خلالك. ايه تقدر تعمل هيك؟ من عيوني. شباب عمي بكفاح بدك شيء؟ الله يعطيك العافية يا جهاد. انت اذا بدك شيء بدي الرضا. السلام عليكم. مع السلامة. انا خلص شغلي عمي، بدك شيء؟ سلامتك. انت اذا بدك شيء علا. لا عمي سلمك، يلا خاطر. مع السلامة. بس عمو يعني انا بدي اطلب منك شغلة، يعني فيني اخذ اجرة اليوم؟ طبعا فيكي. تفضلي. عمو كل هدول يوميتي انا؟ لا هدول سلفي على الراتب. ماشي سلمون كثير. الله يسلمك. بدك مني شيء هلا؟ سلامتك. خاطرك. علا بدي اسالك، قديش حق الجرعه اللي عم ياخذها الوالد الله يعافيه؟ 60,000 ليرة. معافى ان شاء الله. تسلم عمو. يلا خاطرك. مع السلامة. 60,000، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويلي ما معه بيموت. إنه شو بده أبي؟ ليش هيك عم بيساوي؟ والله يا أمي أبوكي معك من يوم اللي طلبك الرياض وهو واقف معك، بس ما عم يقدر يتحمل مشاكل فارس. بعدين انت بتقبلي انه ابوك ينهان؟ لا ما بقبل انه ينهان. طيب يا حبيبتي المشكله انه فارس ما عم بكن، كل يوم والتاني بيعمل له وجعه راس لابوك. ماني خايفه الا يتور ويروح يضربه لابوك. لك شو يضربه يا امي مشان الله؟ لك امي بيعملها، هذا الزلمه ابن شوارع والله بنخاف منه. أنا بحبه يا أمي ما بدي أتركه. بعرف يا أمي بعرف. يا قلبي حبيبتي، يا قلبي طيب عليك أمي طيب عليك.
والله الحاجة أم الاختراع. لسه بدنا نظبطهم ونلزقهم. تعال شوف قديش عم يسع مصاري. لك مو المهم قديش عم يسع مصاري، المهم من وين بدك تجيبهم لهدول المصاري. خطرت عبالي فكرة. شو؟ نحكي مع رياض. لك شبك انتي أجدى؟ ما كان مبارح هون وشفته شو حكى؟ لك ايه منرجع منروح لعنده منحكي معه مرة تانية. لك زيد انت شو صاير لك؟ رح تجن مشان المصاري؟ ايه رح جن مشان المصاري، وهون ما رح نضل. واذا ما عطاك شو رح تساوي؟ رح يعطي ورح تشوف. وانت ليش كل هالقد واثق من حالك يعني؟ احساس. هيك احساس؟ ايه احساس اخي احساس. زيد رح اقول لك كلمتين حطهم حلقة بإذنك وفتح مخك منيح. اليوم انا رح روح معك لعند رياض، اذا عطانا المصاري كان بها، ما عطانا المصاري هذا اللي بدي اقول لك اياه، بتروح انت بتشتغل وانا رح دور على شغل تاني. رح اشتغل ورديتين لحتى ندبر المصريات. فهمت شو عم حاكي؟ انا رح ضل قاعد ليجي حدا ويتحسن علي، وشغل ما رح اشتغل. اشرب قهوي. اشرب. رح اشرب. شو أمي؟ كيف صار بعد الجرح أحسن؟ منقول أحسن لك أمي. طمنيني أكل. ماله نفس ياكل شيء. طب أنت شو طبختي؟ أمي عندي شرحتين فروش وشوية بطاطا، هذا اللي عندي طبقته. وفواكه والحبة عنا لك أمي. ماشي أمي ولا يهمك، أنا رح روح جيب وجي. انتبهي علي. الله معك. ماشي. شبع؟ ما في شيء. أكيد ما في شيء. لا ما في شيء. طيب قرب لعندي، ليش واقف معي؟ أنت بتعرف ليش أنا كنت عند الدكتور؟ لا ليش؟ أنا حامل. ومنك أنت يا رياض. شو كأني شايفتك مالك مبسوط؟ لا مالي مبسوط، ولازم تنزل ولد لأنه حرام.